السلام عليكم. في سؤال بيقول بالنسبة للريفت اعمل امبورت ولا لينك للتكات؟ طيب ايه الفرق بينهم؟ انسرت اللينك كات بيبقى فيه رابطة بينه وبين الكات، لو كات اتعدل حصل له اي حاجة بيظهر عندي التعديل، لو اتلغى بيختفي من معايا. امبورت كات انا بدخل ملف الكات جوه الريفت، لما تاخد ملف الريفت نفسه وتنقله من مكان لمكان بيجي معايا، لو ملف الكات ده اتلغى تماما مش فارقة معايا انا خلاص اخدت كوبي. يعني هنا انا لسه متوقع ان يحصل تعديلات، فلو قلت له لينك كات وبدات اختار باي ملف من هنا تمام، وليكن مثلا دوت دخل لي ملف اهوت انت تشتغل عليه. طيب لو انا قلت له بقى امبورت كات، امبورت كات معناها ان انا مش متوقع في التعديلات، حاجه ثابته، فده غالبا بيستخدمه مثلا في الليجند مثلا او في الديتيله. ليه؟ لان دي حاجة خلاص ستاندرد ديتيلز ومش متوقعين انها تتغير، فممكن تختار مثلا اي واحدة من دول. انا بس بحاول اشوف حاجة تكون صغيرة شوية عشان متاخدش وقت تمام، وتقول له اوبن فيبدأ يظهر معاك الملف دوت. فانا هنعمل الملف تاني وليكن ده مثلا اوبن. ساعات بيبقى في بعض الليارات فيها مشكلة فمبتظهرش، فسواء لينك او امبورت تقدر تعمل سيلكت على الاوتوكاد تمام، والملف ممكن تقدر تقول مثلا انا عايز اغير في السكيل بتاعه، ولا انت عايز تغير السكيل ممكن تقول له الاثنين، تقدر تقول له برينج تو فرونت او باك تو سنت تو باك، او تقول له كويري. كويري يعني هتقول له انا عايز اعرف معلومات عن الملف، فيقول لك مثلا الخط اللي انت عملت عليه سيلكت ده عباره عن بلوك ونوع كذا واللير بتاعه كذا، تقدر تقول له كويري وتختار اللي انت عايزه. كل مره هيبدا يجيب لك معلومات، وممكن تقول له هايد ان فيو فيبدا يقفل لك الجزئيه ديت من فيو. طيب بس ايه الفرق بينهم؟ لما تكون عامل امبورت بتلاقي في اختيار ظهر لك، الا هو ان تقدر تفجر الملف ده. تفجر الملف ده يعني ايه؟ يعني بدل ما هو كتله واحده ما تقدرش تعدل فيه، لا يبقى خطوط في الاوتوكاد وتقدر تعدل فيها براحتك وتقدر تلغي منها حاجات كتير. فلذلك ده ما بينفعش مع الحاجات اللي معموله لينك، لان انا اعدل فيها والغي حاجه وبعد شويه لما اعمل اللينك الاقيها ظهرت معايا، فالاحسن ان انا اخش اغيرها في الاوتوكاد ما تتبع معايا لينك. فانت تقول له اكسبلود، فيقول لك انت عايز فول اكسبلود، يعني تفجر لحد ما توصل خط خط، ولا تفجر بحيث ان البلوكات تفضل بلوكات. طيب بيقول لك خلي بالك ان في دول اكتر من 10000 عنصر، فتعمل مشكله لما تفجر ملف، هيبقى الملف اللي فيه مشكله. بس هو لو ملف صغير بيتفجر. طب لو انا عايز فعلا افجره، وده غلط يعني ان انت تفجر حاجه بالشكل ده كله، ده صعبه. ممكن تقسم ملف مثلا على ملفين او ثلاثة وتعمل له امبورت وتبدأ تفجر زي ما انت عايز.